حياكم الله جميعا. النهارده ان شاء الله يتم عمل انبوكسنج ومراجعه لهذا الاودينرفيس يوفوريا يو ام 2 مع الميكروفون دايناميك. خلينا نبدا باليوفوريا. طبعا ده اقل سعر من الاودينرفيس هو بيرنجر يو ام 2. البيرنجر او الاودينرفيس بياتي بهذا الشكل. ده كده المانوال. يكون في الكابلز الكابلز ها هما عند البرنجة نفس السلك الحقيقة ما كنتش متوقع ان حجم الانترفيس او حجم الكارت صوت يكون بهذا الشكل. كنت متوقع يكون شكل مرة زيك بكثير. ده كده البيرنجر الـ2 بنتحكم بالجير طبعا بالروت بنتحكم بالسبوتر في ورد وفي ورد كده انتهينا من الانترفيس. خلينا نقوم بالتعريفات ونرجع نوصل الميكروفون للاوديو انترفيس. بسم الله. Shure SM58 هذا الميكروفون هذا الشوري عمله بيأتي ريفيو أو أنبوكسينج. هذا كده المايك نفسه، الهولدر، المايك هولدر، هذا كده الليبل وبعض الورنتي وبعض الإرشادات والمنقولات كذا. طبعاً بنتكلم عن التعريف. هذا كده ورنتي بزيادة. هنجرب الأول نوصل الكارت ونجرب الكارت بإذن الله.